عدد الأصوات التي حصلت عليها اللائحة 193 صوت. بالنسبة للائحة الثانية اللي فيها لجنة مراقبة المالية العامة واللي فيها جوج المرشحين، حصلت عائشة الكوط على 53 صوت، وحصل محمد حجيرة على 151 صوت. تبع لذلك يكون المجلس قد انتخب السيدات والسادة النواب تالية أسماؤهم لرئاسة اللجنة النيابية الدائمة: السيدة النائبة سلمى بن عزيز رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد النائب محمد أدمين رئيس اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة، السيد النائب سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، السيد النائب الحسن السعدي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، السيد النائب حميد نغو رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، السيد النائب عبد العزيز الشهب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، السيد النائب إبراهيم أعبا رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، السيد النائب عدي شجيري رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، السيد محمد حجيرة رئيس لجنة مراقبة المالية العامة. أولا بالنسبة للفائق والاتحاد الاشتراكي تاوس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان هو حق يخوله له الدستور والتقاليد والأعراف المعمول بها واللي تنعتبرها مكملة للنص الدستوري، فالحزب الأول من المعارضة من حقه أن يتراس اللجنة التي يرغب فيها، والاتحاد الاشتراكي أبدى رأيه لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. غتكونوا على هذه اللجنة اللي هي مهمة، ما تتشوفوش أن الأعمال والأهداف ديالكم غتكون صعبة؟ أعتقد أنه كل اتحادي واتحادية إلا وكيشتغلوا بمنطق الكفاءة والمسؤولية في كل المهام اللي كتكون منوطة بهم، وهو ما يمكن الاعتماد ديالو أيضا في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. شكرا. أولا لا يسعني اليوم تم انتخابي غادي نكون واحد من أصغر رؤساء اللجان، خاصة لجنة المالية اللي دازوا في تاريخ بلادنا. هذه اللجنة هامة وعندها قيمتها ومكانتها. لا يسعني إلا أن أشكر أولا قيادة الحزب، خاصة الأخ الرئيس عزيز خنوش على الثقة ديالو، وكذلك إخوان في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني الأحرار، وأحزاب الأغلبية اللي سندت الترشيح ديالي. هذه فيها إشارة تفاعل مع التوجيهات ديال جلالة الملك اللي دائما يحث على إعطاء مكان للشباب في القرار السياسي. هذا الانتخاب ديالي هو رسالة للشباب المغربي كاملين، ولاد الشعب اللي ممكن أنهم غدا يكونوا في مناصب المسؤولية وفي مناصب القرار إذا تقوا في العمل السياسي في بلادنا وانخرطوا في العمل السياسي بفعالية. اليوم شفنا انتخاب دي استكمال هيكل مجلس النواب اللي كان فيه واحد نوع من التوافق بين جميع الفرق والمجموعة النيابية في 8 ديال اللجان، وفي اللجنة ديال مراقبة المالية كان ترشيحان، ترشيح ديال العدالة والتنمية وترشيح ديال الأصالة والمعاصرة، آلة لفريق الأصالة والمعاصرة طبعا لأن هذا هو العرف اللي جاري به العمل كيكون توافق. كان نقاش بين الأحزاب السياسة خلال هذه الفترة، وهذا نقاش صحي لأن كل حزب كيشوف عنده الحقية وتشوف عنده كفاءات اللي قد أنها تعطي. اليوم التجمع الوطني الأحرار حصل على لجنتين، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة الخارجية في اسم سلمى بن عزيز السيدة النائبة الشابة، كذلك سلمى بن عزيز إحدى القيادات النسائية الشابة اللي عندنا، وهذه رسالة، هذه رسالة اليوم نخدموا بالمنطق ديال الكفاءة، المنطق ديال التشبيب، والمنطق ديال النساء اللي خصهم يتعطاهم القيمة، خاصة في لجنتين مهمتين من هذا الشأن هذا، وأمامنا تحدي باش أننا نقدموا تجربة جيدة إن شاء الله. شكرا. يعني من بعد هذا المخاض ديال اللجان ما بين لجنة العدل والتشريع وهذه اللجنة هذه، في الأخير يعني كان واحد التوافق اللي جميع من شارك فيه يعني مشكورين باش انه يعني ناخذوا هذه اللجنه، هذه لجنه البنيه الاساسيه والطاقه والمعادن والنقل. اعتقد انها مسؤوليه وانه تكليف اكثر ما هو تشريف، وكنتمنى على الله باش اننا نكون في المستوى ديال والظن ديال الناس اللي داروا فيها الثقه، لا من الفريق ولا مجلس النواب، واننا يعني نشتغلوا بجديه
باش اننا نحلوا واحد العدد ديال الاوراق وواحد العدد ديال النقاشات حول المواضيع وهاد القطاعات الحكوميه اللي تتابع لهذه اللجنه. طبعا اليوم خلال الجلسه العامه الثانيه تمت عمليه تصويت على اللجان الدائمه لمجلس النواب التسع، حيث انه كان التوافق ما بين مختلف مكونات المجلس على غالبيه اللجان، كان ترشيحين فقط في لجنه مراقبه الماليه العامه، وكان الصندوق هو الفيصل ما بين مرشح طبعا الاغلبيه ومرشح المعارضه. وكما شفتوا هو انه هذه العمليه هي في الحقيقه سيتلوها نقاش دستوري متعلق بتدبير التوافقات ومتعلق بمبدا التمثيليه النسبيه ومتعلق ايضا بكل ما له علاقه بالتحديات الكبرى التي تنتظر عمل اللجان وعمل المكتب في القادم من يعني الدورات ان شاء الله ديال منتصف هذه الولايه. حزب الاصاله والمعاصره شحال عنده دابا من اللجان؟ طبعا فريق الاصاله والمعاصره يتوفر الان على لجنتين، لجنه الداخليه واداره التراب الوطني والسمير باسم السي اودمين محمد، ولجنه مراقبه الماليه العامه طبعا اللي عبد ربه محمد حجيره. نلت ثقه السيدات والساده النواب لتراس هذه الجلسه. المرشح للاسف لجنه الخارجيه والدفاع الوطني والشؤون الاسلاميه والمغاربه المقيمين في الخارج السيده نائبه سلمى بن عزيز عن فريق التجمع الوطني للحرام.